والآن مع ثلاث قصائد. أما القصيدتان الأوليان فهما عبارة عن نصائح متفردة، وأما القصيدة الثالثة فهي عبارة عن رثاء للمرحوم الوالد فرح بن أسعد الفيسي. فإليكم القصيدة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، بدعت القاف ووصي كل إنسان ليعرف كل ذا زان أو ذا شان، فطين القلب أو سميع الآذان، ويحمي النفس من صولة زللها. فإن الله قد حث العباد على الإخلاص في أرض المهادي، وتقوى الله زادا خير زادي ليوم ما مع الأمة سواها. تعلم يا ابن آدم خير نفسك ولا تأمن، فإن الموت قبلك ما بين لحظة وقتها يشيلك، وعاد النفس ترتع في هواها. ترى دنياك دار للضيافة وتتركها وتمشي في لفافة، من الدبلين ما فيها ظرافة رعاها الدود ما قدر ثمنها. فحافظ على صلاتك وصيامك وعلى حجك ولا تخذي زكاتك، وحق الله لا يبقى في مالك، ستفنى الأرض ويفنى فقلها. وإن أخطأت في بعض المسائل ولم تعلم بحلات المشاكل، تعلم من معلم ليس جاهل لتعرف كيف تمشي في طرقها. وبعض الناس قالوا لو سألنا نخاف نفتى ثم ما قدرنا، ونحمل وزرها حيث قد علمنا، ولكن السكوت أحسن عليها. ويحسبون هذا القول نافع، وحد الله ما هذا بنافع، ولا للوزر والتعذيب رافع، ولا تنفع شخصا يعتقدها. وإن الله قد أوجب علينا سؤال أهل الذكر، يعلمونا أمور الدين حتى يرشدونا، أمور الدين منهم نستبيها. ولا يجوز تسكت على الولالة وتبقى من جهالة في جهالة، بحج يا فارغ عملها أصالة، وأحمالك تزيد في ثقلها. تعلم لا تفرط في حياتك ولا تنسى رحيلك ومماتك، فعلمك بالديانة من ثباتك، وكل النفس تخرج من عماها. وأعظم حق حق الوالدين بحقك يا إلهي يا معينا، تصبرنا على البر الحسينة وتتجاوز عن الأمة خطاها. ألا فليسمع العادل وجاهل كلام الحق ما فيه مجادل، كلام زينة تزهر بالمحافل تنير القلب أنوار صنعها. فأمك يا ولد قدر عملها، في 9 شهور ساكن في بطنها، وهذا من مر الزول تعبها، فأمك يا أخي أطلب رضاها. وكم أيام بولك في حضنها وفي جسمك وفي باهي جسدها، بكفيها تزيله عن بنيها، فأمك يا أخي أطلب رضاها. تجوع الأم من أجلك لتشبع، ولا تبغى صياحك وهي تسمع، وترجع من عملها وهي تسرع، لتكسر جوع بطنك من لبنها. وإن تمرض تقول فداك نفسي، تريدك للحياة تمشي وترسي، وتبقى سالما من كل نحسي، فأمك يا أخي أطلب رضاها. دواما قلبها معاك عايش، وذكرك في لسنها وانت طايش، وفي التقصير والنسيان عامش، فأمك يا أخي أطلب رضاها. ولمك واجبا فرضا محتم، تدع دوما لها عبدا وخادم، ولا تكسل ولا تغضب وتشتم، فأمك يا أخي أطلب رضاها. ومن أجلك طوال الليل تسهر، وإن تمرض فعيناها تقطر دموعا زياريا وهي تفكر، وسيل العين يسكب من بكاها. وهذا أبوك كم يتعب وينصب، يطوف الأرض من شرق لمغرب، يقرب كل ما تشتي وتطلب، ويطلب حاجتك من منتهاها. وهذا أبوك كم يتعب وينصب، يطوف الأرض من شرق لمغرب، يقرب كل ما تشتي وتطلب، ويطلب حاجتك من منتهاها. يغيب أيام في شانك ولجلك، وأول شيء في ذهن حياتك، وأكبر هم من همه أمانك، ويتوقع أمور ما يراها، ويتحدى المكاره والمتاعب، ويتخطى المشاكل والمصاعب، مرات مغلوب ومر غالب، ونفسه من تعبها قد غلاها. ويتكلف أمور فوق حيلة بساعات وأوقات طويلة، ولو يكسل فما في اليد حيلة، ولا يلقى للأنبات سقاها. وإن حصل قريشات ودرهم، صرفها كي بها تسعد وتنعم، لتمشي شابعا ما تشتكيهم، بأسعار جلبها من غلاها. تعلم يا ابن آدم كل حاجة، ولا تصغي لأقوال اللجاجة، فبعض القول سايور السماجة، ولكن كلمتي صاف زناها. ترى للضيف حق في الكرامة، بما جودك بما كوله ودامه، ولا تكلف بما يورث غرامه، ويكلف حاجة يصعب شراها. وضيفك ليس جارك أو صديقك، ولكن هادع في أقر دارك، سواء من بعيد أو من بلادك، حقوقه واضحة حق وفاها. وضيفك ليس جارك أو صديقك، ولكن هادع في أقر دارك، سواء من بعيد أو من بلادك، حقوقه واضحة حق وفاها. وليس الشرط أن يعرف ويعرف لرد سالفة من شان يتلف، ولكن قدر القادم وشرف بأشياء تناسب مثل فيها. وجيرانك لهم حق وواجب،
رسول الله وصى كل راغب فخير الدين والدنيا وطالب ان وفي حقوقهم كما رواها. تفكر يا اخي واعرف وحاسب، ترى جارك خويك في المطالب وعونك عند حزات النشايب لبيتك او لعدوك في لقاها. فان تمرض فمالك غير جارك، وان تعدم فمن يرفق بحالك، ويعرف كل حين ما جرالك سوى الجيران لا تهمل ولاها. فإن تمرض فمالك غير جارك، وإن تعدم فمن يرفق بحالك، ويعرف كل حين ما جرالك سوى الجيران لا تهمل ولاها. فلا تلحق أذيات بجارك سواء من لسانك أو فعالك، ولا تكثر عليهم من لجياجك، ولا تفشي سراير من كتمها. وإن أخطأ عليك الجار فاصبر، تغاضى عن خطاياهم وفكر، لأن الناس في الأخطاء تعبر، وخير الناس من يغفر خطاها. وكل الجار معوان النصيحة، وخل البيت له رحبا فسيحا، فشر الناس من أمسى شحيحا، على الجيران يضحك من ضناها. وجانب قولة البهتان دوما، وعن قول النميمة صوم صوما، ترى في الغيبة والتزوير لوما، وراعيها سيهوي في رداها. فكم نمام مغتاب سخيف، يرى في مهنته جودة خريف، ويطلع على لسانه كل طيف، بأقوال عواقبها بلاها. وذا سامهنته قالوا وقيلة، ترى سعره رخيصا دون حيلة، ولو ملكه يجنب بالطويلة، كريه الوجه في أرض يطاه. فخل الناس من قول الشناعة، ترى القوال ما عد له شفاعة، ولا له عند خلاقه شفاعة، ويندم عندما يلقى جزاها. فخل الناس من قول الشناعة، ترى القوال ما عد له نفاعة، ولا له عند خلاقه شفاعة، ويندم عندما يلقى جزاها. فلا تطعن في عرض الناس واترك، لهم أعراضهم ماذا يخصك، وفكر في عيوبك قبل غيرك، وباقي الناس لا عد تعتطيها. وماذا خصنا نقول قالوا، نواصل في كلام ما يقولوا، سوى سفيه غاوي ضاع عقله، يواصل نعم الشدبة يرتويها. ويا من قيل فيه قول كاذب، تصبر واسترح والله حاسب، ولا تتعب ولا تكلف تطالب، مدام العار ما يجرح شرفها. ولا تتعب تناقش أو تفتش، وراعي الزور والبهتان والغش، تشذاه ولو ينبح ويهرش، وكذباته سترجع في وعاها. ولا تتعب تناقش أو تفتش، وراعي الزور والبهتان والغش، تشذاه ولو ينبح ويهرش، وكذباته سترجع في وعاها. ومن طاوع كلام الناس يهلك، ويثني النفس في مالك ومالك، ومن قلك ومن قلك وقلك، وتتناشى أمور ما تبيها. فخل الإذن صمى عن هداهم، فقوم الزور ما ينفع معاهم، كلام أو نقاش أو تفاهم، ولكن خصرهم جنة تراها. وقابلهم على السيء حسنة، وجالسهم على حذر وفطنة، ولا تدخل معاهم في مظنة، وفعل الناس عند الله جزاها. وراعي الزور والبهتان يظهر، وتعلم كذبته مهما تستر، ولوق بسمته في كل محضر، وتعنق من غطاها من غطاها. ستخرج كذبتك يا مبتدعها، ولا تلقى لها واع يعيها، وينشرها كثير من سمعها، تجي البب في عشية أو ضحاها. وتمشي أنت يا راعي المقالة، تفكر في عواقب كل حمالة، وتستشغل بحالة خس حالة، سبايبها من كلمة سفيها. وكنت تبدل شر القول خيرا، وتضمر خير في سرا وجهرا، وتكسب ود أخوانك وتدرى بما يعطي لك عزا وجاها. ترى بالكلمة الحسناء تأسر، كرام الناس في حصن معطر، تجدهم عند حاجاتك تبادر، ولكن للأسف قولك محاها. وكلمة واحدة فيها صفاين، يقع لك عند سامعها نقاين، وترضى عنك خلق الله ولاين، ولا يبقى لها فيك اشتباها. وكلمة واحدة فيها عفاين، لها جرح معد فيه دواين، وجمع الناس تضمن لك بلاين، تعدك من عداها من عداها. اشيرك يا طويل اللسن تبغي، بقايا اصحاب تسلمهم وتهقي، بان الكذب يعمد كل عرقي، عليك الله نفسك لا تطعها. ولا تحسب سكوت الناس عنك، بلادة او خبالة ما دروا بك، تراهم قد دروا ويعرفونك، ولكن ما يريدوا يفضحونك، ودائم يحذرونك يحذرونك، كريها فرنا وفي سماها. شف النمام لا طاف المنادي، ترى ثعبان مسموما معادي، في صورة آدمي ظاهر وبادي، صداقه في الورى يحطم بناها. يزيلك بالكلام اللي تشوفه، كنظم اللول لا صفت صفوفه، ولا فارقت تتنافر حروفه، كمثل اللي تنقض في غزلها. بلا خجلة من الله أو حياء، وأعماله رياء في رياء، ويطعن في رجال أو نساء، وبالفحشاء يرمي في قفاها. ويتحمل ذنوبا قاهراتي، لسانه والردو في معصياتي،
ووداه في بحر الموبقات في قبل الموت وبعد الممات، ولو حافظ بدينه والصلاة ويمشي في طريق أهل الثبات على صدق وأخلاص النيات، لقي الخيرات ولقي النجيات، ولكن راح في قص الصفات. وفقوالا تورث بمشتاتي في جازاه عليم الغاب، في بنار سعروها للغوات جهنم يدخلون في حماها. وصلوا على النبي الله محمد كريم النفس والأصل الممجد، نبي جاء يهدينا ويرشد وعلمنا أمورا نتبعها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.